والله ما كان ليه لزوم يا صفيه، كنت نمت انا على الكنبه بدل ما عزيز يطلع فوق. كنبه ايه بنتي اللي هتنامي عليها دي؟ تقطم لك وسطك. وبعدين عزيز مامته بتفرح لما بيطلع ينام عندها. وبعدين انا مش فاهمه، انت على طول سايبه ولادك عند حماتك كده؟ ما انت شايفه الشقه ضيقه ازاي. وبعدين عزيز قاعد طول الوقت والولاد كبروا يسمعونا ولا حاجه. تتخانق احسن. تتخانق. نتخانق ايه؟ بقول لك يسمعونا يا زاد. كريمتك. وانتوا لسه زي ما انتوا يعني؟ اهو الدنيا لما تلطش معانا ملناش غير بعض، هي دي الحاجه الوحيده اللي فاضلنا. اديكي شايفه الحال. امال انا ليه مش طايقه عبد المجيد؟ ولا والدنيا ملطشه ولا والدنيا حلوه. تفتكري الموضوع له علاقه بالختان؟ هو ممكن يبقى له علاقه، بس في حاجات تانية ملهاش علاقه غير بالحب. انت لسه بتحبيه ولا بطلتي؟ لا بحبه وما بحبوش، انا مش طايقاه. هو بيعملك وحش يا زاد؟ ابدا، بس سلبي كده قاعد يعني. الدنيا لو اتشالت او اتحطت هو قاعد كده زي ما هو قاعد. احمدي ربنا ان هو لا بيهينك ولا بيضربك يا زاد زي ما رجاله كتير بيعملوا في الستات. وبعدين عبد المجيد راجل دغري، لا بصباص ولا سكري ولا. لا بيشرب، بيشرب بيره وبيشرب سجاير كمان. يا شيخه بطلي بقى، ده انت مفتريه. يعني هو بيرجع متطوح كل يوم؟ ده انا من ساعه لما انتوا اتجوزتوا حاسه ان عبد المجيد ده عامل زي العيل الصغير اللي ماسك في ديلك. ما انا فعلا انا حاسه ان انا مخلفه ثلاث عيال. طبعا اوف كورس، اه مخلفه ثلاث عيال. مش عايز يساعدني في اي حاجه يا صفيه؟ ده انا عماله اقول له تعالى ننقل الولاد مدرسه خاصه برضو التعليم يفرق، او تعالى اطلع السعوديه اشتغل هناك تجيب لنا شويه فلوس. برضو مش عايز، انا عايز اتطلق. اتطلق زاد؟ في حد تاني في حياتك؟ تاني ايه؟ بقول لك عايزه اتطلق. اللي تتجوز مره تتجوز اتنين. انا رايي بصراحه ان انت لازم تشوفي حسناته زي ما بتشوفي عيوبه. انت حالك احسن من حال ناس كتير يا زاد. الله، انا فعلا انا عارفه، انا عارفه حالي فعلا من ناس كتير. انا بتبطر على النعمه اللي عندي. بقول لك نامي بقى، نامي. طب يلا تصبح على خير. Thank you.